بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. بعد أن بين الله سبحانه ما حرم مما يوافق ما كان قبل الإسلام ومما عدل به الإسلام تعديلا ضيق أو تعديلا وسع، أراد أن يبين الحق أن فيما بقي من الأشياء متسع يسعكم عما حرم الله عليكم، لأن الذي حرمه محصور بالنسبة لما أحل. فقول الحق: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا، أي تطلبوا، بأموالكم محصنين غير مسافحين. أن تبتغوا بأموالكم، المال نعلم أنه ثمرة الحركة، والحركة تقتضي التعب والمشقة، ولذلك كل إنسان يحب ثمرة عمله وقد يدافع عنها إلى أن يموت دون ماله، لأن المال ما جاء إلا ثمرة جد. وقد يقال أنه يورث أو يكنى أو يجد كنزا، أو الذي ورثك أيضا ما ورثك إلا نتيجة كد وتعب. ونحن قلنا سابقا أن الذي يتعب مدة من الزمن تساوي 10 سنوات يعيش بعدها مرتاحا، واللي يعمل يتعب 20 سنة يعيش ولده مرتاح، واللي يتعب 30 سنة يعيش حفيده مرتاح. إذن فكله ما تراه من مال موروث كان نتيجة جد وكد مضاعف من الآباء. إذا ما قال الحق أن تبتغوا بأموالكم دل على أن ثمن البضع من جهة الرجل. أن تبتغوا بإيه؟ بأموالكم، اللي قال عنها سيدنا رسول الله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه. وما دام المال عزيز على الإنسان وأخذه من طريق الحركة وطريق الجد وطريق العرق، يبقى يجب أنه ما ينفقوش إلا في إيه؟ فيما يعود عليه بالخير العاجل والخير الآجل، ما ينساش. فإن هو حقق به خيرا عاجلا ثم سهى عن شر آجل، يبقى ما وضعش المال في موضعه. أن تبتغوا بأموالكم، تبتغوا إيه؟ مدام أحل ما وراء ذلك، إيه اللي وراء ذلك؟ طب ما النساء عشان نتجوز، يبقى أحل لكم زواج غير إيه؟ هؤلاء، غير اللي ذكرناه. أن تبتغوا بأموالكم محصنين، احنا قلنا برضو من محصنين لها ايه؟ معاني متعددة. محصنين اي متعففين، امتلغوا في اعراض الناس بأموالكم، يعني ضع مالك الذي كسبته بكد فيما يعود عليك بالخير العاجل والايه؟ والآجل، ولا تلغ به في اعراض الناس. من الممكن انه برضو يجيب يبتغي بأمواله انما مش محصن، مش مستعف زي ما بنشوف، نقول له: لا، انت حققت خيرا ايه؟ عاجلا، ولكنك ذهلت عن شر آجل.
اللي هي ربنا بيقول محصنين غير مسافحين. ومنه أخذ السفاح، أخذ السفاح. هنا يلاحظ أنه حين يتكلم الحق عن الرجال يقول إيه؟ محصنين بكسر الصاد، ولما يجي يتكلم عن النساء يقول محصن، ما قالش محصنات، أم قال لك لأن العادة أن الذكورة هي الطالبة دائما للأنوثة، والأنوثة مطلوبة مطلوبة دائما. غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ما هو الاستمتاع؟ الاستمتاع إدراك متعة للنفس. ده المتعة تجد أو توجد أولا في الخطبة ساعة ما يخطب، استمتاع ده ولا لا؟ وساعة ما يعقد عليه، وساعة ما تزفله، مقدمات طويلة في الاستمتاع. بس مش الاستمتاع هي الايه، وبعدين العملية التانية الايه الاخيرة. بيقولك اذا استمتعت بهن يبقى لازم تدي لهم ايه. ولذلك اذا تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها بنقول له ايه، ادفع نص الايه، لان انت خدت ايه، خدت نص المتعة. لو ان المتعة هي العملية بس كان ما ياخدش حاجة، نقول له لا ده المتعة في انه تقدم الى بنت فلان وخطب، مش كده، وعقد، دي كلها ايه، مقدمات متعة. فلما يجي برضو بشيء يبقى استمتع بعض الشيء ولا لا، استمتع بعض الشيء. الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نبني حياة الاسرة على طهر وعلى امن ملكات. يعني ايه على امن ملكات؟ انت تجد الرجل حين يكون مع اهله لا يجد غضاضة في ان يوجد مع اهله ويغلق عليهما الباب، انما تصورها في محرم. شوف بقى الملكات النفسية المتصارعة فيه، شوف خائنة الأعين اللي تبدو فيه، شوف التربص، شوف الرجف إذا سمع بس أي حاجة ماذا يحدث له. الله، الملكات مش منسجمة، هو هيمتع ملكة واحدة، إنما الملكات النفسية الباقية إيه، ملكات مفزعة، ملكات، مما يدل على أنه ليس أمر طبيعي. وما دام مش امر طبيعي الملكات النفسيه تناقضه. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبني الاسره على طهر وعلى امن، هذا الامن النفسي يعطي لكل ملكات النفس متعه، يعطي لكل ملكات النفس متعه. ولذلك احنا ننظر كده نجد اذا كان لانسان بنت ثم راى شابا يمر كثيرا على البيت ويلتفت كثيرا إلى الشرفة ثم يقع بصر أبو البنت عليه، ماذا يكون موقفه؟ تهيج كل جوارحه. فإذا ما جاء هذا الولد أو أبوه وطرق الباب وقال يا فلان أنا أريد أن أخطب ابنتي لنفس ابنتك لنفسي أو عايز بنتك لابني، ماذا يكون موقفه؟ السرور والانشراح والملكات الراضية والنفس المطمئنة وإعلان البهجة، وهو اللي يدعي الناس ويعمل فرح ويعمل إيه الحكاية؟ قال لك لأن دي إيه؟ الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى حينما شرع الالتقاء أعطى في النفس البشرية وفي ذراتها رضا بهذا الحكم بالالتقاء، رضا. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جذع الحلال أنف الغيرة، اللي بيعمل انه بيغير على البنت ساعة ما يجي له واحد هو اللي يروح ايه، هو اللي يروح يدعي ويبقى مبسوط ويعمل له هيصه وزنبليطه ويعمل نور ويجيب طبل وبتاع، يبقى جدع الحلال ايه؟ انفى الغيره. ايه معنى جدع الحلال انفى الغيره؟ كان الغيره فيها ايه؟ حميه. ان طلب عرضي
عن غير طريق من خلق الأعراض لازم النفس تهيك. فإن طلبها على وفق ما شرع خالق الأعراض النفس إيه؟ تطمئن. هنا عملية قد يكون من الصعب تصورها. إيه اللي بيعمل الرضا ده؟ إيه اللي بيعمل الحمية والثورة والغضب هناك وبيعمل الرضا والسكينة والاستقرار والفرح في هذه المسألة؟ لازم نلتفت إلى هذه المسألة. الإنسان منا مكون من ملكات متعددة. إيه اللي العقد ده زوجني وزوجتك كده وشهود؟ إيه اللي بيعمله في النفس البشرية؟ بيعمل إيه في ذرات تكوينك عشان تنبسط؟ تقوم تقول له يا أخي ده حاجة بسيطة أوي، شيء بسيط. أنت حين يكون لك إنسان تعرفه فقط، الإلف السيالي بينك وبينه لسه في أوليته، يبقى يكفي لما تلاقيه تسلم عليه خلاص أنت. وواحد تاني ما يكفيش دي، السيال الودي اللي بينك وبين ذراتك وذراته، بين الجاذبية بتاعتك والتأثير، لازم تسلم عليه بإيه؟ حرارة بإيدك. إيه الانفعال اللي عندك اللي ما يكتفيش بكده ولازم يعمل كده ولازم إيه؟ وفي واحد تاني لا، لازم تاخده بالإيه؟ والحضن يطول ويقصر على قدر ما بينكما من سيال المودة. الله، دي عملية. إذن عملية الود والولاء ده أمر بيعمل في الدم إيه؟ تكوين في الدم. فكذلك اللي جاي عن طريق ما خلق الله تنافر، واللي يجي عن طريق ما شرع الله تواد. الشاعر لما جه يقول اللي بيحبه بأبي من وددته، يعني أحببته فافترقنا، وقضى الله بعد ذاك اجتماع وتمنيته، فلما التقينا كان تسليمه علي إيه؟ وداع. يعني زعلان قوي اللي التسليم يبقى إيه؟ كان بده التسليم يعمل إيه؟ كان بده التسليم يطول والمسافة بتاعته تطول عشان تغذي ما عنده من الإيه؟ من الود. الشعر الثاني بده يقول إن أنا لما التقيت مع حبيبي أو مع من أوده عانقته عناقا فاختفى في واختفيت فيه. فاختفى في واختفيت إيه؟ واختفيت إيه؟ فيه. امتزج يا الله، ده ناشئ من ايه؟ ما دام امتزج كده وما اكتفوش بدي، يبقى لازم تكوين، التكوين او السيال معمول على انه سيال التقاء، ودوك سيال كراهيه لما يفوضوا كده بده ما يشوفوش ايه اللي في جسمك وايه اللي في جسمه، ده تكوين. طب اخالق الرجل وخالق المراه ساعه يجيء على وفق ما شرع الله، يبقى بقى ما تستبعدش ان ربنا يروح معدل الذرات هنا ايجاب والذرات هنا سلب، يبقى لازم ايه؟ يحصل الوفاء ويحصل الولاء ويحصل. اذا لما بيجي على طريق الله يبقى فيه الانسجام، وعلى غير طريق الله يبقى ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه الانسجام. اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبني الاسره على هذا الايه؟ المعنى. وانتم تعلمون ان الالتقاءات اللي عن غير طريقه الله التقاءات مدسوسه اللقاء، يعني لازم تبقى خفيه مش كده؟ طيب ومنكوره الثمره. منكوره الثمره يعني لما يكون لها اثر وهتحبل كده يترمي ويبقى لقيته ويترمي في الشارع، ويمكن يخنقوه يمكن يموتوه يجهضوه يعملوا، مش كده ولا لا؟ انما بقى اللي بالحل ايه؟ كلها كده ايه؟ واضح. فبيقول ربنا الحق سبحانه وتعالى ما احل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. واحنا قلنا الاستمتاع ايه؟ الشيعة كثير. الشيعة قم هنا في حتة فما استمتعتم به منهن، وقال لك ده نكاح ايه؟ نكاح المتعة، بدليل انه سماه اجر. نقول ايه؟ ما هو كلمة اجر دي واردة في الزواج. طب ده سيدنا شعيب لما جه سيدنا موسى قال له على ان ايه؟ تديني اجر ايه؟ ثمانية حجج، ان تأجرني ايه؟ وحيجي في الآية نفسها اللي عمالين بيقولوا عليها دي برضو حيقول ايه؟
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. يبقى برضو سمها كده. فانت بتاخد دي ليه؟ بتاخد المعنى دي. يقول لك ما نكاح المتعة حصل. نقول له نكاح المتعة حصل، نشوف سببه ايه. ان كان قد حصل على يد المشرع يبقى له حكمة، ولكن هل انتقل المشرع الى الرفيق الاعلى وقد ابقى الحكم، ولا انهى الحكم؟ انهى الحكم. هو احله فترة حينما كانوا في غزوة من الغزوات، ذهب قوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى القوم الذين يريدون ان يبنوا حركة حياتهم على الايمان الناصع، كان من الممكن يداروا الحتة دي عن الرسول. قالوا له يا رسول الله انا استخصي، نستخصي يعني نخصي نفسنا. معناها ايه انا استخصي دي؟ معناها ان احنا عندنا غبنا عن اهلنا وعندنا شبك يعني لاهلنا، فالمساله الجهاد ما دام طالب اننا نكون في الموقع ده بعيد عن اهلنا، نبقى نعمل ايه؟ نستخصي، نخصي نفسنا يعني عشان ما يبقاش عندنا ايه؟ اربع. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القوم قد اشتاقوا الى اهلهم، ولكنهم لم يشاءوا ان يفروا من الايه؟ من الجهاد. فاباح لهم الايه؟ المتعه، ولكنه انهاها. والدليل على انه انهاها ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانتم تعلمون منزلته رضي الله عنه من التشريع في احكام الله، يقترح الاقتراح فينزل القران موافقا له. يبقى فطره سليمه ولا مش سليمه؟ بيقول ان ما يجيء واحد يستمتع الى اجل الا رجمته. انتهت ولا ما انتهتش؟ وسيدنا علي اللي هم الشيعة عاملين انهم بياخدوا عنه، قال لولا نهي عمر ما زنى الا شقي. يبقى اقر نهي عمر ولا ما اقروش؟ يبقى اقروا. يبقى اذا سألهم ده ابن عباس قال به، وقال الاخر انني كنت قد اخطأت في ايه؟ لانني لم اسمع. لان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم جرس يضرب عشان الحصة لسماع الوحي عشان يجوا كلهم. اللي فاضي من شغله كان بيروح عند مين؟ عند الرسول ويسمع منه. فهذا سمع وذلك لم ايه؟ ادي السبب في ان ده يروي وده ما رواش. فسيدنا العباس ابن عباس قال ان انا كنت اعرف مسألة المتعة، انما عندي ما صحش خبر منعها الا في اخر حياتي. يبقى إذن قولوا الشيعة ان المتعة موجودة، نقول لهم انتوا استدلالكم ايه؟ كلمة قول فما استمتعتم به منها فآتوهن ايه؟ اجورهن. نقول قال برضو في المهور انها ايه؟ اجور. ليه؟ لان فيه فرق بين الثمن وبين الاجر. الثمن للعين والاجر للمنفعة من العين. الاجر للمنفعة هو ما ملكش بمهر المرأة، انما ملك الانتفاع بالمرأة، وما دام ملك انتفاع يبقى ايه؟ يقال له ايه؟ يقال له اجر. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة من الله. دي اللي فرضوا ربنا فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فيه فرق ان يشرع الحق لحق، وأن يترك باب الفضل مفتوحا. هو حقها إنها تاخد، إنما افرض إنها تراضت إنها ما تاخدش، إنها تتنازل عنه، إن تديها أكتر، يبقى إيه؟ دي لا تنسوا الإيه؟ الفضل بينكم. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة، إن الله كان عليما إيه؟ عليما. يعني إيه؟ يعني طبعا عليم يعني في ما فيش خافية عليه، ويعلم ان امرأة حبت زوجها لدرجة ان الفلوس دي عندها ملوش ايه؟ ملهاش قيمة. او رجل احب زوجته برضو الفلوس عنده ملهاش ايه؟ ملهاش قيمة. وما دام حكيم بيجري الامور لا بحتميات ما افترض، ولكن بابقاء على فضل بين المتعاملين، على فضل بين المتعاملين.
ومن لم يستطع منكم طولا. برضو كلمة الطول دي والاستطاعة. الاستطاعة أن يدخل الشيء في طاعتي، يعني ما يعصش علي. افرض أنني مسكت حتة حديد كده ولوتها، تبقى دخلت في إيه؟ في طوع. افرض ان زي مثلا ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم، قال إيه؟ لا أقتلنك. قال إنما يتقبل الله إيه؟ من المتقين. من المتقين. قال له لئن بسطت إلي إيه؟ ما أنا بباسط، إلى أن يقول الحق فطوعت له نفسه قتل أخيه. إيه طوعت له؟ طوعت يعني جعلتها إيه؟ الله. طب طوعت له نفسه، طب ما هو له الهيه دي هي نفسه، دل على أن الإنسان فيه ملكات متعددة. ملكة تقول اقتله، وملكة تانية تقول له يا شيخ الضمير الأنا دي، يقول له لا مش كده. فتقعد المسألة بين إيه؟ ألف طوعت له دليل على أن نفسه كانت متأبية عليه، نفسه متأبية، لكن تن وراها بالإلحاح لحد إيه؟ إن نفسه طوعت له أن يقتل إيه؟ أخوه. ومع أنها نفسه طوعت له أن يقتل أخوه، أصبح بعد ذلك من الإيه؟ من النادمين. من النادمين. الله. يبقى بعدين بعد ما خد شهوته كده من القتل إيه؟ ولذلك شوف بقى يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. إيه ما أنت بقى، ما أنت اللي موته، لكن أصبح من النادم. لازم تجيب دية. يبقى الإنسان فيه ملكات إيه؟ ملكات متعددة. وملكات الخير دائما تصعد عمل الخير وتحبط بعمل الشر. يعني يبدأ الإنسان إيه؟ شرير. إن كان ملكاته ملكات خير غالبة يقوم ينزل من الشر العالي ده وإيه؟ يخففه. وإن كان شرير يبدأ في الشر شوية ثم يصعد الإيه؟ والله فلان ده عمل فيا كذا، أنا بدي إيه؟ أضربه ألمين ولا أضربه رصاصة؟ شرير عمال إيه؟ يصعد. إنما فلان ده والله كدني، أنا بدي أرقعه رصاصة وموته ولا أضربه ألمين ولا وبخه ولا الله. يبقى ده خير ولا لا؟ خير. ولذلك تجد لما تيجي تعرض هذا في قضية سيدنا يوسف وإخوته، لما قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن إذن إيه؟ إن أبانا لفي ضلال، اقتلوا يوسف. لكن ده أسباط، ده أسباط، ده أولاد يعقوب، اقتلوا يوسف على طول أو اطرحوه أرضا. نزل يعني ارموه كده في أرض كده خلاص. طب واطرحوه أرضا تبقى خففت القتل ولا لا؟ شوف على طول في نفس واحد، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. طب قول لي ازاي الانتقال ده؟ طب يجي الانتقال ده ازاي من القتل إلى اطرحوه أرضا؟ يخلو لكم وجه أبيكم. طب وبعدين لما جه أجمعوا أجعلوه إيه في غيابة الجو؟ قال إيه لا ما تطرحوش أرض، لأنه لما تطرحوه في أرض يمكن سبع يأكلوا ولا يتوه ولا بتاع، لا ألقوه في غيابة الجب، شوف يلتقطه بعض السيارة. الله، مسألة رحمة إيه دي؟ الله، شوف عمالة تصعد إزاي، عمالة إيه تصعد. يبقى إذن إيه وإحنا جبنا ليه ده يا سيدنا الشيخ؟ ومن لم يستطع، يبقى دخول الشيء في إيه؟ في طوع. ومن لم يستطع منكم طولا، الطول من الطول، طالته يده يعني بقى في ايه؟ في استطاعته. طيب وفلان تطول علي يعني تفضل علي بشيء، وفلان تطاول علي يعني ما كان يصح ان يجترئ فامتد علي واجترئ، كلها من ايه؟ من الطول كلها ولا لا؟ طولا يعني قدرة يطول بها الزواج. ما عندوش، ما هو قال أن تبتغوا بأموالكم، يبقى لما تبتغوا بأموالكم يبقى عندك طول ولا لا؟ تطول بمالك ما تحب. طب انت ما عندكش، ما استطعتش طول، أم قال لك في مرحلة تانية بلاش الحرة دي يعني اللي بيبقى عادة مهرها ايه غالي ومش عارف ايه، خد بقى من الايه من الإماء الأسرات لأن مؤونتهم ايه
مؤونتهم خفيفة ولا لهش عصبة ولا أهل يقعدوا بقى يقول لك لا إحنا مش زي مش عارف إيه وإحنا قيمتنا تبقى كذا وقيمتنا لا يبقى دي حاجة إيه خفيفة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات اللي نلمحه في الآية إيه؟ إن نكاح ما ملكت اليمين نكاحها لغير مالكها، لأن لو مالكها ما يعص الحكاية دي، لو كان مالكها يبقى ملك اليمين هي مملوكة للغير وبعدين تروح تتجوز أنت، مش صح ولا لا؟ مش صح. يبقى هنا من لم يستطع طولا يبقى كأن المفهوم إن استطعت طولا ما تنكحش الإيه؟ مش معناها كده؟ هل هذا يقلل من شأن الإماء؟ لا. ليه؟ شو بقى الحكم العالية اللي ما يملاش إلا رب بقى. الله يريد أن يصفي مسألة الرق. لما يجي واحد يتجوز واحدة مملوكة، يعني أمة فتاة لواحد مملوكة له، أولادها تتبعها في الرق، لأن في الدين تتبع خير الأبوين، وفي الحرية والرق تتبع مين؟ تتبع أمه. فإذا تزوج إنسان أمة مملوكة بملك اليمين لواحد وحيتجوزها، أولادها اللي يجوا يبقوا إيه؟ عبيد. لكن لما يسيبها لسيدها، سيدها إن استمتع بها يبقى ما تلده يبقى إيه؟ أم ولده ما حدش، يبقى بده يصفي ولا لأ؟ يبقى بده إيه؟ يصفي. أدي واحدة. الشيء الآخر أن الزواج التقاء ذكر بأنثى ليكون نواة أسرة. الإنسان عادة من الأغيار، معنى من الأغيار ما يضمنش أن المسألة تطلع كلها إيه رخاء، بيحصل إيه. فإذا ما كان الزوج والزوجة أكثر يبقى الزوج لا يجد في نفسه تعاليا على الزوجة، والزوجة لا تجد في نفسها تعاليا على الزوج، لأن كل واحد منهم إيه كف زي الثاني. يبقى دي تضمن اتزان الإيه، اتزان الحياة واتزان التعامل. لكن لما واحد يروح يتجوز أما ملهاش حد، لا أهل ولا بتاع ولا أي حاجة، يمكن يستضعفها، يمكن يستعلي عليها، يمكن يذلها، يمكن يعير، يمكن لما يجي لها اولاد يقولوا له اللي مالكش ايه خالي مثلا، الله تبقى مساله ايه. لكن الشارع يريد ان يبني حياه اسريه متوازنه، ولذلك اشترط الكفاءه، ولذلك له قال الطيبات طيب والخبيثات الخبيثين، مش كده قال؟ هو الناس بتفهم انك لما تشوف طيبه لازم يتجوزها واحد طيب، تقول له لا ده تشريع، يعني انا اشرع ان الطيبات يبقوا لمين والخبيثات يبقوا لمين، ان استمعتم تبقى المسائل مستقيمه. انما ده تكليف، عرضه ان يعطى وعرضه نجيب لطيب لخبيث. اقول لك يا مدام ربنا بيقول الطيبات للطيبين، طب ما هو فلان متجوز فلانه ومش عارف ايه وفلان، نقول له لا، هو الحكم ايه؟ الحكم بيقول قضيه كونيه حادثه ولا قضيه تشريعيه؟ تشريعيه. يعني ايه؟ اجعلوا ايه الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات. ليه؟ عشان يعمل التوازن. يعمل ايه؟ توازن. ان هو قال لها يا اللي كنت داير على حل شعرك، تقول له انت يا داعر يا اللي كنت مش عارف ايه، يوم ما يقولش دي عشان ما تقولوش، خلاص انتهت المسألة. طيب يلين جانبه مرة، وهي طيبة يلين جانبها ايه؟ يلين جانبها ايه؟ مرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. طب المحصنات هنا بمعنى إيه بقى؟ أنا لم أقولك إذا لم تستطع أن تأكل لحما فكل فولا، يبقى لأنها لو كانت متزوجة هتبقى محل أن أنا أتجوزها. يبقى هنا مين؟ هنا معناها بإيه؟ الحرائر. خدوا بالكم من دي، هتخدمنا في قضية مهمة جدا. ليه؟ لأن هيجي على الإماء فإن أحصن أي تزوجنا
فأتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقال لك إن الخوارج بقى عملوا إيه؟ مسكوا الآية بقى دي. نكمل الآية الأول. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يبقى المحصنات هنا معناها إيه؟ مش المتزوجات، لأنها لو كانت بمعنى متزوجة ما يقولش ما يجيش، مش محل. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. شوف كلمة فتياتكم، فتياتكم، كلمة فتياتكم، كلمة فتى دي احنا بنطلقها في الحر على اللي له ايه فتوة وشباب، انما في الامة مطلقا ولو كانت عجوزا، ولو كانت عجوزا. ليه؟ لان حتى ولو كانت عجوز بتبقى غير يعني معتد بها كده زي الحدث، ما تعملوش احترام يعني. وهكذا علمنا رسول الله اننا ما نقولش ده عبدي ودي امتي، فتايا وفتاة، فتايا وايه وفتاتي. فمما ملكت ايمانكم، ايمانكم انتم. طب وهي مدام انت ملكها هتتجوزها؟ طب ما هي مملوكه ليك بملك اليمين، تستطيع ان تكون لك ام ولد. يبقى ايه؟ فمما ملكت ايه؟ ايمان غيركم. انما ليه؟ لان الله يخاطب المؤمنين على انهم وحده بنيانيه. المؤمن للمؤمن كالايه؟ كالبنيان يا شو. ولذلك يقول ولا تلمزوا انفسكم اذا دخلتم، فسلموا على انفسكم. هو انا بسلم على نفسي ولا بسلم على اللي جوه؟ قال لك لا، ده التشريع بده يعمل المؤمنين ايه؟ كالجسد الواحد. ولذلك قال هناك برضو ولا تقتلوا انفسكم. ايوه، ما تقتلوش غيركم. الله، يبقى معناها ايه؟ ان الوحده الايمانيه بتجعلنا ايه؟ نعم. فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله اعلم بايمانكم. يمكن انت تقول لا ده ايمانها مش عارف ايه، وتقعد تجيب لها ايه، الا تقول لا الله اعلم بايمانكم، ولعل امراه او امة خير في الايمان ايه منك، لان دي مساله مين؟ دخاء القلوب والحق سبحانه. فانت يكفيك ان تعلم الايه؟ الظاهر. والله اعلم بايمانكم. الحق سبحانه وتعالى حين يعالج الامر يعالجه معالجه رب، معالجه رب يعلم واقع ما خلق. ما دام يعلم واقع ما خلق يقوم يدي مطلوبات المخلوق كلها. هو الاول قال انتم ان كنتم ما تستطيعوش طولا ان تنكحوا المحصنات، انكحوا مين؟ يبقى مفهوم هذا ان كنتم تستطيعوا بلاش، يبقى تزهيد فيها ولا لا؟ عال تزهيد فيها، انما لصالحها ولا لا؟ ولصالح عملية الرق جملة ولا لا؟ ولصالح. طيب بعدين بقول ايه؟ الله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. قال لك ان كنت بقى هتروح تتجوز يجب ان تجعل نصب عينيك امرا ان بعضكم من بعض، اي كلكم من ادم. ولا مؤمنين، مدام مملكة ايمانكم مؤمنة يبقى الايمان ايه؟ سوى بينكم ولا لا؟ يبقى اذا رحت عشان تتجوز لازم تضع دي ايه؟ نصب عينك. مش معنى انه زهد فيه انه تنه طوالي كده، لا، ده بيعالج واقع بعضكم من بعض. فانكحوهن باذن اهلهن. يا سلام، انكحوهن باذن اهلهن. هم اهل ولا مالكين؟ دي اشعار بان من تحت يده فتاة يجب أن يعاملها معاملة الأهل ليعوضها عما فقدته عند أهلها هناك، لتشعر أنها في حضانة الإسلام على الأقل مثلها في حضانة أهلها وآبائها. يبقى لازم تكون كده. فانكحونا بإذن إيه؟ أهلنا. يبقى اللي بيملك لازم يعمل نفسه إيه؟ الأهل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما فتح أبواب لتصفية الرق وجعل له مصارف متعددة
قال فإن لم يدخل واحد منكم في من يملكه في هذه المصافي يبقى يعمل ايه؟ يعني هيستبقي رقيق. لازم يأكله مما يأكل مش كده؟ ويلبسه مما ولا يكلفه ما لا، فإن كلفه فليعين، يعني إيده بإيده. طب هات لي بقى واحد كده بتلبسه من لبسك وبتأكله من أكلك، ولما بيعمل شغلة وصعب عليه أنت بت إيه؟ يبقى إيه شكله ده بقى؟ يبقى دي معاملة أهل ولا لا؟ طب وبإذن أهلهن؟ أم قال لك لا، لأنها مملوكة يمين. شوف بقى الحق سبحانه وتعالى بيعالج كم مسألة، يعالج طالب الزواج ويعالم المملوكة ويعامل السادة. تشريع لأنه رب الكل، ما بيشرعش لواحد على حساب مين؟ بإذن أهلهن. مدام مملوكة يمين ولها سيد، السيد ده مش له مصالح، لازم تستأذنه لأنه يمكن ما يقدرش يستغنى عنها وتخدمه، وقتها يبقى مش قال لازم ايه؟ بإذن أهلهن. لكن لما قال في المهور قال ايه؟ فانكحوهن بإيه؟ وآتوهن أجورهن بالمعروف. آتوهن بقى ننكح بإذن الإيه؟ يعني نستأذنه، مش يعقد هو إيه؟ نستأذنه علشان يعرف أنه دخل شريك له في العملية، أخذ الإيه؟ البضع. وعلشان لما نستأذنه، لأن عرضة إننا ناخدها من وراه وهو في الليلة اللي حصل فيها الأخذ من وراه نفسه تيجي ليه؟ لا خلاص، يبقى ترتيبه بقى أن إيه؟ البضع انقفل، بقيت ملكية الرقبة وملك العرض ده بقى لمين؟ للزوج. وآتوهن إيه؟ وآتوهن أجورهن بالمعروف. إياكم أن تقولوا هذه إيه؟ مملوكة يمين، ده مش عارف أي شيء يرضيها، هي كالطيلة. لا لا، بالمعروف المتعارف اللي هو إيه؟ يديلها ميزان الكرامة في إيه؟ في البيع. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. احنا قلنا بقى المحصنة اللي هي الايه؟ عفيفة، خلاص كده. غير مسافحات، احنا قلنا المسافحة بقى اللي هي عملية الزنا اللي بنسموها بابليك، ومتخذة أقدام متخصصة لواحد، متخصصة لايه؟ لواحد. غير مسافحات ولا متخذات أقدام. فإذا أحصن اللي هم مين؟ الإماء. أحصن يعني إيه هنا؟ تزوجنا. نيجي هنا بقى، فعليهن نصف ما وأتينا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الله. إذن إذا أحصن ما عليهمش حق، إذا ما أحصنوش ما عليهمش حاجة. قال لك لأن الأمة دي عادة مبتذلة. طيب لما تتزوج خلاص بقت إيه؟ محصنة. لما تأتي بفاحشة نقوم نقول لها إيه؟ أنت فيك حاجتين اتنين، متزوجة وأتيت بإيه؟ بفاحشة. كونك يعني أتيت بفاحشة مش هنعاقبك عقاب الحرة. ليه؟ لان زي ما قلنا الهند قالت او تزني الايه الحره، دي عمليه صعبه عليها، انما الامام ممكن انها مبتذله ولا لهاش اهل غيروا عليها، لا اب ولا اخ ولا اسره ولا الى اخره، فديان يعني. قال لك فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما على المحصنات، كلمه محصنات قلنا بتطلق على ايه؟ خدوا بالكم، على الحرائر وعلى المتزوجات. الخوارج استعملوا، أخذوا الكلمة في معنى من معانيها ليخدم قضية عندهم. إيه أخذوا معناها إيه؟ فإن أحصن، لا المتعة انتهينا منه، فإن أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. قالوا المحصنات المتزوجات. نقول له يا اخي اشمعنى انت استبديت بكلمة المحصنات وقلت المتزوجات؟ طب ما هي المحصنات ايه؟ الحرائر. اشمعنى خدتها المتزوجات؟ هو يريد ان ياخذها المتزوجات؟
عشان يقول ما دامت الأمة عليها نصف ما على المتزوجة يبقى إذن المتزوجة ما عليهاش رجم، لأن الرجم لا ينصف، لأن الرجم لا ينصف، يبقى فعليهن نصف ما على المحصنات. ما أخذها بمعنى إيه المتزوجات؟ فإن أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المتزوجات من العذاب. يبقى المتزوجات ما عليهمش إلا ما ينصف، وما ينصف هو الجلد مش الرج، ما هوش الرج مش كده. الخوارج خدوا دي وطاروا بها وقال لك ده بنص القرآن لا يوجد رجم في إيه في القرآن، ما فيش رجم، انما هي الزانيه يعني يعمل فيها ايه يجلدوها ايه 100 جلده. ايه يا اخويا دليلك؟ قال لك فعليهن نصف ما على الايه والمحصنات المتزوجات. انت بتقول المتزوجه نرجمها، وربنا بيقول انها ان اتينا لمملوكه ملك اليمين ان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فكأن ما على المحصنات من العذاب مما ينصف، والرجم لا ينصف وإنما ينصفوا إيه؟ وإنما ينصف. فهمنا حجتهم؟ نقول له أنت أخذت المحصنات على أنها إيه؟ ونسيت إن هنا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنة بنفس الآية. المحصنات يعني إيه؟ إشمعنا خدت المحصنات هنا بمعنى الحرائر والمحصنات هنا بمعنى المتزوجات؟ فإن أخذتها بمعنى الحرائر تبقى لك حجة فيها؟ يبقى لا حجة لك إيه؟ لا حجة لك فيها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والكلام في مملوكة اليمين حين يضطر إلى زواجها من لم يستطع طولا أن ينكح الحرائر، فأباح الله له أن ينكح مما ملكت يمين غيره على شرط أن يكون بإذن أهلهن أي مواليهن، لأنها بالزواج تقتطع جزءا من وقتها وخدمتها لمن يملك رقبتها، فلا بد أن يستأذن حتى يكون أمر انقطاعها إلى الزوج في بعض خدماته مما هو معلوم لأوليائه. وأمر أيضا سبحانه أن لا نستهين بأنها مملوكة ومهينة فلا نؤتيها مهرها، بل يجب أن يؤتى هؤلاء مهورهن بما يعرف أي بالمتعارف عليه، لأن ذلك ثمن البضع. فإذا كان الحق قد أمر بأن نستأذن مواليهن وأمر بأن نؤتيهن أجورهن، هنا بعض الإشكال في أن المملوكة لا تملك، لأن العبد وما ملكت يده لسيده. نقول له نعم، ولكن إذا قلت ما ملكت يده لسيده فلا بد أن تحقق لها ملكا أولا ثم يكون ما تملكه لسيدها، أما أن تتعداها وتعطي المال للسيد يبقى لم يوجد لها ملك. فقولك العبد وما ملكت يده فأعطها فترة وفرصة لتكون مالكة بأن يؤتى الأجر لها تكريما لها، وبعد ذلك كون مالها لسيدها هذا موضوع آخر. فإذا أحصن أي ما ملكت الأيمان بالزواج
فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قلنا المحصنات المراد بهن هنا الحرائر. الخوارج ظنوا أن المحصنات هنا اللائي أحصن بالزواج أي المتزوجات، فقالوا إذن ما دامت مملوكة اليمين إن أتت بفاحشة فعليها نصف ما على المتزوجة من العذاب، فلا بد أن يكون العذاب الذي للمتزوجة مما ينصف، ولا ينصف إلا الجلد، وأما الردم فلا تنصيف فيه. إذن فالآية تمنع أن يكون هناك جلد في الإسلام، وإنما الموجود رجم في الإسلام، وإنما الموجود أن يكون جلدا. نقول لهم هذا إذا صرفتم اللفظ على أن المحصنات المراد بها المتزوجات، لكن إذا كان المحصنات المراد بها الحرائر غير المتزوجات، يبقى ما وجه الحجة في هذا؟ يبقى تسقط الحجة ولا لا؟ والدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ما نبحث بحثا آخر، نقول الحق يقول فعليهن نصف ما على المحصنات. لو أن الحكم على إطلاقه لم يقل الحق من العذاب، فكأن اللي عليها فيه النصف إيه؟ العذاب. وما هو العذاب؟ العذاب هو إيلام من يتألم. الرجم ما فيش عذاب، لأن عملية إنهاء حياة، وانتهت الحياة يبقى ما فيش فيها إيه؟ عذاب. يبقى إذن الآية بتبين المنصف إيه؟ المنصف فيما يكون عذابا، أما ما لا يكون عذابا مما لا ينصف فالحكم غير متعلق به. والدليل على أن العذاب إنما يأتي لمن يتألم، والألم فرع الحياة، والرجم مزيل للحياة، إذن الرجم ما يعتبرش من العذاب. إما اللي يعتبر من العذاب إيه؟ يبقى الجل. والدليل على أن العذاب مقابل للموت أن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى عن سيدنا سليمان وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. الله. إذن فالذبح وإزهاق الحياة مقابل لمين؟ مقابل للعذاب. يبقى إذن قوله ما على المحصنات، يبقى المتكلم فيه الآن العذاب مش الرجل. وبهذا يسقط الاستدلال. الذين يقولون أنه لا رجم، آيات القرآن لا تدل على الرجم، نقول لهم ومن الذي قال لكم إن القرآن جامع لكل أحكام منهج الله في الإسلام؟ القرآن لم يجئ كتاب منهج فقط، وإنما جاء معجزة وكتاب منهج للأصول، ثم ترك للرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليه. إذن فالرسول بنص القرآن عنده تفويض من الله أن يشرع، وتلك ميزة تميز بها صلى الله عليه وسلم. الميزة اللي تميز بها رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين أن الله أعطاه الحق في أن يشرع، بدليل أنه قال في صلب القرآن الذي يشتمل أصول منهج الإسلام ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. إذن فللرسول عمل مع القرآن، وإلا فليقل لي من يطلب أن يوجد في القرآن كل حكم من أحكام دين الله، من أين أخذ الصلوات الخمس، ومن أية آية أخذ أن الصبح ركعتين، وأخذ أن الظهر أربعة، وأخذ أن العصر أربعة، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعة، من أين أخذها؟ إذن لا يوجد شيء من ذلك. يبقى معنى ذلك إيه؟ أن القرآن جاء كتاب معجزة،
وفيه منهج يتعلق بالأصول، وما دام المنهج الذي تعلق بأصول الأشياء قد أعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرع، يبقى إذن تشريعه من صلب القرآن ولا لا؟ ولذلك إذا جاء لك حكم من الأحكام وقال لك المتعنت هات لي هذا الحكم من القرآن، فظللت تبحث في كتاب الله فلا تجد الحكم، فقل له دليل الحكم من القرآن قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى أي حكم من الأحكام يجي ولا تجد له سندا من كتاب الله فيقال لك ما سنده؟ قل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل على ذلك أننا قلنا سابقا أنك إذا تصفحت آيات الطاعة اللي هي الملازمة للمنهج، لأن المنهج أوامر ونواهي، الأوامر تعمل مدلولها، النواهي تكف عن مدلولها، فإذا الطاعة أن تمتثل أمرا وتجتنب، تلك هي الطاعة. كل منهج دين أمر ونهي، فامتثل الأمر واجتنب الإيه؟ اجتنب النهي، يبقى ذا المنهج. وإذا قلنا أنك إذا تصفحت القرآن وجدت آيات الطاعة المطلوبة من المؤمن بمنهج الله والذي شهد بأنه لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، تتمثل في الطاعة في الاثنين دول، الأمر والنهي. فإذا ما استقرأت آيات القرآن وجدت كما قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى يقول في الطاعة، مرة يقول أطيعوا الله والرسول دون أن يكرر أمر الطاعة، يبقى المطاع هو المكرر، أطيعوا حكم أمر واحد، نطيع مين؟ الله والرسول، يبقى من المكرر هنا؟ المطاع وهو الله، ومرة يكرر أمر الطاعة فيقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومرة يقول أطيعوا الرسول، ومرة يقول وأولي الأمر دخلوهم في الدور. يبقى إذا مرة إيه؟ يأمر بالطاعة ويكرر المطاعة فقط، يعني يوحد أمر الطاعة ويكرر المطاعة، أطيعوا الله والرسول، يبقى وحد أمر الطاعة وكرر المطاعة، ومرة يكرر أمر الطاعة ويكرر معها المطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا، ومرة يقول أطيعوا الرسول. إذا قال لك أطيعوا الله ورسول فلأمر توارد فيه حكم الله وحكم الرسول، يبقى طيع فيه مين؟ يبقى بتطيع فيه مين؟ وإذا كان لله أمر إجمالي وللرسول أمر تفصيلي كالصلاة والزكاة والحج، يبقى بتطيع الله في إيه؟ وتطيع الرسول في إيه؟ يبقى إذن بيكرر إيه؟ أطيع وأطيع. وإذا لم يكن لله أمر فيه بل جاء من باطن التفويض في قوله سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده أطيع من بقى فيه؟ أطيع الرسول. لكن قال في آية تانية قال لك واعتبر أن من يطع الرسول فقد أطاع الله. ليه؟ لأن الرسول عمل بالتفويض الذي أعطاه الله له، فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه؟ فانتهوا. وبقي أولي الأمر اللي جت في أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الإيه؟ أي وأولي الأمر من باطن طاعة الله وطاعة رسوله، فلم يفرد ولي الأمر بطاعة، وإنما جعل طاعته منين؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، بل بقال وأولي الأمر، يبقى من باطن مين؟ انظروا إلى دقة الأداء في القرآن حين يقول الحق سبحانه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنت قلت إن الطاعة امتثال أمر واجتناب نهي، هنا اللي موجود إيه؟ آتاكم ونهاكم، تبقى أتى دي جت إيه؟ مقابل إيه؟ لا مقابل الأمر،
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم الله، يبقى إذن النهي موجود، يبقى الأمر فين؟ آتاكم الله. طب ما قالش وما أمركم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ليه؟ اشمعنى جاب قال آتاكم؟ طب ما قالش مقتصر كده قال ما آتاكم الرسول فخذوه؟ لأن الإتيان من الرسول إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا، ولكن أيكون النهي فعل نمتثل فيه المنهي عنه أيفعله الرسول؟ عشان يبقى مش ممكن، يبقى إذن النهي لا يتأتى إلا إيه؟ إلا نهيا، إنما الأمر يتأتى إيه؟ قولا أو فعلا، لكن النهي ما يجيش إيه؟ ما يجيش فعل، لأنه لما يقولك ما تشربش خمر، طب يعني ما النبي كان يعمل إيه بقى عشان ناخده من الفعل؟ إذن أذن قول الرسول وفعله يتأتى في مين؟ في المأمور به، وأما في المنهي عنه فلا يتأتى إلا قولا. شوف الدقة بقى الأداء، ما آتاكم الرسول من قول أو فعل أو إقرار فخذوه وما نهاكم عنه، يبقى النهي ملوش إلا إيه؟ إلا حاجة واحدة، إلا حاجة واحدة بس. يبقى شوف الدقة بقى، طب بالله دي من الممكن أن عقل بشري كده يجيبها بالدقة دي؟ مش ممكن. ما لا يقولها إلا رب، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم نبحث بحثا آخر، يا خوارج، الرسول الذي جاء ليبلغ عن الله مراد التبليغ ماذا؟ أن يعلمنا بالحكم، والمراد من إعلامنا بالحكم ماذا؟ نعمل إيه؟ نؤدي مدلوله، نؤدي مدلوله. طب إذا جاء حكم قولا بنص، يبقى اللي يشرحه أن يفعله الرسول ولا لا؟ حين يفعله الرسول يبقى فيه مجال للكلام في النص، انتهت المسألة. يبقى إذن الفعل أقوى ألوان النص ولا لا؟ الفعل أقوى ألوان الإيه؟ أقوى ألوان النص في الأمر، لأن الأمر يأتي نظري كلام نظري كده يمكن واحد يتأول فيه، لكن لما يفعل يبقى بقت فيه مرحلتين. وإذا كان الذي فعل هو المشرع، اللي فعله لوحده بدون أمر منه فعله لوحده تكليف الله. يبقى إذن نبحث بقى، هذا الرجل أفعل في عهد الرسول أم لم يفعل؟ فإذا كان قد فعل يبقى نص عليه بسيد النصوص وهو الفعل، مش بنص تقعد تتأول فيه وتقول دي كذا دي كذا دي. لا، ده إيه؟ ده فعل. وألم يرجم صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية؟ رجمه. ألم يرجم اليهودية واليهودية؟ يبقى إذن الفعل هو النص، الفعل هو الإيه؟ هو الأصل في الإيه؟ فعل الرسول هو الأصل في الإيه؟ في الحكم. وما دام الفعل من الرسول هو الأصل في الحكم، يبقى أي دليل يمكن أن تحوم حوله تيجي له الشبهة اللي احنا قلناها بتاع والمحصنات، انت قلتها المتزوجات، وهو والمحصنات تطلق على المتزوجات والحرائر، يبقى دليلك سقط به الإيه؟ سقط به الاستدلال، وبقي ما فعل من المشرع وهو الرسول المفوض من الله في أن يشرع قولا أو فعلا أو تقريرا، يشوف حد يعمل فيقر عليه يبقى ثبت ولا لا. ثم نبحثها بقى بالعقل، إذا كنت تريد أن لا يوجد في الزنا حد إلا الجلد، أتسوي بين من لم يتزوج وبين من تزوج؟ المتزوجة اللي لها عرض ولها زوج ولها نسب هتخلطه وإلى آخره، يبقى دي زي دي؟ يبقى بالعقل ما تجيش أبدا. يبقى إذن ثبت أن الإيه؟ أن الحكم في حكم الرجم موجود من النص، من فعل الرسول. والدليل الذي استدل به الخوارج تقول له إيه؟ دليل تسرب إليه الاحتمال، والدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. خلاص كده انتهينا؟ فإن أتينا بفاحشة أي بزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم. ذلك اللي هو إيه؟ إباحة
الحق سبحانه وتعالى للإنسان الذي لم يجد طولا أن ينكح الحرائر أن ينكح مين؟ الإماء. ليه؟ لمن خشي العنة منكم. كأن العنة يعني إيه؟ مشقة، الجهد، هتتعب أعصابه، هتتلف أخلاقه وقيمه، هتحصل عنده عقد. ما هو الإنسان إذا هاجت غرائزه إما أن يعف أو ينفلت، فإن انفلت فقد جاءت تسرب الفساد إلى قيمه وإلى إيه؟ وإلى خلقه. وإن لم ينفلت والتزم إيه اللي يحصل؟ يتعقد وتجيله المسائل العصبية. يقوم ربنا سبحانه وتعالى قال لا، بدل دي كده روح لدي إيه؟ ذلك أي إباحة أن تتزوج الأمة إن لم تجد طولا إلى الحرة لإيه؟ لمن خشي العنت. مفهوم الآية أن الذي لا يخشى العنت يبقى مش ضروري يتزوج الأمة. قلنا دي يبقى ده تزهيد فيها، أم قال لك لا ده تزهيد فيها احترام له. ليه؟ أم قال لك لأنها إن تزوجت ثم ولدت ثم إن تزوجت سيصبح ولدها عبدا، والله يريد أن يصفي الرقة والعبودية. لا يقول دعها لسيدها فإن أعجبته وحلت في عينه وأواطئها وجاءت منه بولد هيبقى إيه؟ تبقى أم ولد، بعدين تبقى هي والولد الاثنين دخلوا في نطاق مين؟ في دائرة الحرية. يبقى الحق يريد أن يصفي إيه؟ يصفي الرق. لذلك قال أن تصبروا خير لكم. خير لكم، طب ده هو من بيتكلم على الأحرار، خير لكم، فكأنه ينظر إلى أن المؤمنين جميعا أحرار أو إماء وحدة وحدة، وما دام وحدة وحدة ما تفصلش تقول. ولذلك قال هناك في قبل الآية قال بعضكم من إيه؟ بعضكم من بعض. والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم، يريد الله يبين لنا إيه؟ لأن احنا قلنا أنه لا يمكن أن يوجد تجريم إلا بنص، مش كده؟ لأن ما توجدش عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا، فقبل ما يعاقبك على حاجة أقول لك دي جريمة لازم يقول لك، لازم ينص عليها. ما يجيش أي واحد كده يقول لك أنت عملت الشيء الفلاني ودي عقوبته كذا، تقول له أجرمت هذا الفعل من قبل؟ قلت فعل كذا وكذا دي جريمة وعقوبتها كذا وكذا، يبقى مش ممكن تعاقب إلا إيه؟ إلا إذا جرمت، أتى جرما، ولا يمكن أن تجرم إلا بإيه؟ فيريد الله أن يبصركم ببيان ما تصلح به حركة حياتكم. والله آمن عليكم. ليه؟ لأنه هو الذي خلق. ألا يعلم من خلق؟ وما دام هو اللي خلق يبقى هو اللي إيه؟ اللي يقنن ما يصلح مخلوقه. أما أن يخلق هو وأنت تقنن يبقى ده اعتداء ولا مش اعتداء؟ لأنه بيقنن لما لا يعلم. احنا قلنا زمان ما يجيش المهندس يعمل التلفزيون ويجي الجزار يوضع للتلفزيون قانون الصيانة، نقول له لا، اللي عمل الآلة هو اللي يوضع لها ايه؟ قانون صيانته. وما دام الله هو الذي خلق يبقى يعمل ايه؟ قانون الصيانة. المفتاح ده لكده، اعمل دي للموجة، اعمل دي للصورة، اعمل دي للصوت، اعمل دي كل حاجة، حطه على فلتر كذا. اللي عمل الآلة هو اللي يوضع ايه؟ فالذي خلق الإنسان هو الذي يضع إيه؟ قانون صيانته. قانون صيانته المتمثل في إيه؟ في افعل ولا تفعل. وما ترك فلم يرد فيه افعل ولا تفعل يبقى متروك على الإباحة، يتأتى منه أد بعضه، تفعل وما تفعلوش زي بعض. نعم. يريد الله ليبين لكم، يعني أن يبين لكم، وببيانه يبين لكم سنن الذين من قبلكم. والسنة هي الناموس الحاكم لحركة الحياة. وإحنا قلنا سنة الله ولن تجد لسنة الله إيه؟ والرسل سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الذين أطاعوا رسلهم ماذا حدث لهم، والذين كذبوا رسلهم ماذا، فكلا أخذنا بإيه؟ منهم من خسفنا ومنهم من أغرقنا ومنهم من مش قال كده؟ يبقى إذن الله يريد أن يبين لنا إيه؟ سنن الذين، يعني الطرائق اللي حكموا بها أهل الحق
ماذا حدث لهم وأهل الباطل ماذا حدث إيه؟ يبقى إذن ما هوش تقنين أصم، لا ده تقنين مسبوق بوقائع تثبت أقضيته. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يبقى يبين وإيه؟ ويتوب. والله عليم لأنه خالق حكيم يضع الأمر في موضعه والنهي في موضعه. ما هو الحكمة وضع الشيء في إيه؟ وبيضع الشيء في موضوع عن علم ولا لا؟ يبقى العلم شيء، العلم اتساع المعلومات، والحكمة وضع كل معلوم في إيه؟ في موقعه. وبعد ذلك قال والله يريد أن يتوب عليكم. يبقى هنا شوف كده، يريد الله ليبين لكم، مش كده؟ وبعد ذلك قال ويتوب ويهدي، لا وبعدين قال ويهديكم وبعدين قال ويتوب ايه عليكم وبعدين قال والله يريد أن يتوب عليكم. طب ما هو ايه اللي قايل قبلك ويتوب عليكم؟ ايه اللي جاب تاني والله يريد أن يتوب عليكم؟ يعني يقول لك ان التوبة، قلنا قديما التوبة معناها ايه؟ الاول لازم تكون مشروعة من الله، وإلا فأنت تتوب إلى الله من الذنب هو ما شرعوش، ما شرعش لك التوبة. تنفع التوبة دي؟ يبقى الأول هو يعمل إيه؟ يشرع التوبة، خلاص. وبعد ذلك أنت تتوب على ضوء ما شرع من الإيه، وبعدين هو يقبل إيه التوبة. يبقى كم مرحلة؟ ولذلك تاب عليهم ليتوبوا. إذن لو تابوا من غير أن يشرع لهم التوبة ماذا تجدي؟ إذن فمشروعية التوبة من الله رحمة، وبعد ذلك قبول التوبة ممن تاب رحمة. يبقى إذن توبة العبد بين توبتين من الرب، توبة تشريع وتوبة إيه؟ قبول. يبقى الأول تاب الله أي إيه؟ شرع، وبعد ذلك تتوب أنت، وبعد ذلك والله يريد أن يتوب. ما دام قد شرع يبقى يشرع التوبة ولا يقبلهاش؟ لا، ما دام شرع يبقى إيه؟ يبقى ما دام علمني أن أنا توب يبقى معناها أنه فتح لي الإيه. وإحنا قلنا بقى وفتح باب التوبة من رحمة العليم الحكيم بخلقه. لماذا؟ قال لك لأن الحق حينما خلق الإنسان دون سائر أجناس الأرض وزوده بطاقة من الاختيارات الفاعلة، يعني يفعل دي ولا يفعل دي، وجعل أجهزته تصلح للأمر ولي إن العين صلح أن ترى حلا وترى آية في كون الله تعتبر بها، وصلح أن تمتد إلى المحارم، لا فيدي تعصى ولا فيدي تعصى. واللسان صالح أن إيه؟ أن تسب به، وصالح أن تذكر الله به وأن تقول به لا إله إلا الله. واليد عضلاتها صالحة أن ترفعها وتضرب بها واحد ألم، وصالحة بأنك أنت تقيل بها عاسر واقع في الطريق. إذن دي معنى الاختيار في القول في الفعل في الجوارح. الاختيار معنى الاختيار يعني إيه؟ طاقة مطلقة توجهها إرادة المختار. انت بتعذب لانك انت فعلت؟ لا، انا ما فعلتش، انا ما ضربتش قلم، لانني حتى لما احب ارفع ايدي ما اعرفش العضلات اللي استعملها عشان تترفع ايه. طب قول لي كده، اللي بيرفع ايده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه اللي بيرفع ايده؟ انت لو عرفت رفعه الايد دي ايه العضلات اللي بتخدم هذا الرفع، تشوفها في الايه، في الانسان الميكانيكي، او تشوفها في الونش اللي بيعملوه علشان شوف كم عمليه علشان تتعمل كده وتنزل كده وتعمل كده. انت ولا عندك فكره عن المساله دي، بمجرد ان تريد ان تحركها تتحرك. ايه عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. لكن الانسان الالي لما بنريد يحرك الالي يقول لك اعمل دي علشان اللي بتعرف عليها، تطلع كده وبعدين تنزل على الحاجه كده وتمسكها وبعدين لفها بها كده. الله الله، طب انا ما بعملش الحكايه دي ابدا، مجرد الاراده كده اعملها. بدليل ان الحق حين يسلب قدره المريد
والعياذ بالله يعطله شلل، يجي يريد فلا تنفعل، يريد فلا تنفعل، ما يعرفش ايه اللي تعطل، الى ان يروح بقى للدكاتره ويشرحهم ويعرفوا ان العصب ده راح مش عارف ايه وما بيديش الاوامر، ما بي... لا لا لا، عمليه طويله قوي. اذا فالمريد وجه الطاقه المخلوقه لله فقط، يبقى ملوش فعل ولا لا، يبقى له توجيه ايه؟ فانا ان اسبت على طاعه فلاني وجهت الاله الصالحه للفعل الى عمل الخير، انا ما عملتش. يبقى لما تسمع ما حدش بيعمل حاجه ده كله فعل ربنا نقول له يو صحيح، لان انا ما اعرفش انا عملتها ازاي دي، انا بس اردت. يبقى كل انك انت وجهت الطاقه للفعل هو ده عملك انت بس، انما ما فعلتش ابدا. يبقى الاختيار ده معنى الاختيار ان تكون صالحا للفعل وايه للفعل ومقابل الفعل، مقابل الفعل ايه اللي هو انه. اذا كان الانسان هيبقى بالشكل ده يعني يفعل، نقوم نقول له تعالى بقى ساعه انت ما الحق سبحانه وتعالى يبين لك ويقول لك وجه طاقتك لدي ولا توجههاش لدي. يبقى لما قال لك وجهها لدي ولا توجههاش لدي، يبقى هي صالحه الاثنين ولا لا؟ لو كانت مش صالحه الا الواحده كان ينفع المقابل؟ ما ينفعش المقابل. يبقى ما دام يقول لك افعل دي ولا تفعلش دي، يبقى انت مخلوق على صلاحيه ان تفعل وان لا او لا تفعل. يقول لك ما تفعلش دي، يبقى انت مخلوق على صلاحيه ان ايه، ان تفعل ولا تفعل. ما ترك فيه افعل ولا تفعل، يبقى لو فعلته على اي وجه لا يفسد به الكون ولا تفسد حركه ايه، حركه حياته. الحق سبحانه وتعالى حينما شرع التوبه قال لك اذا انفعل مريد لعمل شيء فوجه طاقته لعمل الشيء، قد تكون شهوته أو شرته غلبت عليه فتوجه في ساعة ضعف إلى عمل شر. لو إحنا بمجرد ما عمل أول شر أخرجناه من حظيرة المطيعين، ماذا يكون منه؟ يبقى كل انفعالاته شر بعد كده، اللي إحنا بنسميه في عرف القانون ده فائد، مش كده؟ نسميه إيه؟ فائد. يوم يقول له لا، ما تعمل الذنب ما تيأس، احنا هناخدك ايه ونتوب عليه. يبقى ساعة شرع الله التوبة رحم المجتمع من شراسة اول عاصم، لان لو ما كانتش جات التوبة دي كان بمجرد ما يعصي معصية واحدة يبقى المعاصي تكتر. يبقى شرع التوبة رحمة ولا لا؟ يبقى شرع التوبة رحمة. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات مقابل ذلك. الله يريد أن يتوب عليكم، خد بالك إن الذنوب اللي عملتها قبل كده إيه؟ يطهرك منها. والذين يتبعون الشهوات مش عايزين الذنوب تفضل، وعايزينك تجيب إيه؟ تجيب ذنوب جديدة نشو، أن تميلوا ميلا إيه؟ الميل العظيم بقى مطلق عمل ذنب ملت عن الحق، لأن الميل هو انحراف عن جادة مرسومة لحكيم. أدي الميل، الميل هو إيه؟ انحراف عن إيه؟ عن جادة، يعني عن حاجة مستقيمة. الجادة دي مين اللي عاملها؟ حكيم. فإذا مال مرة يوم ربنا يروح عدله على الجادة تاني، يقول له أنا تبت عليك، عشان يحمي العالم من إيه؟ من شر. الذين يتبعون الشهوات يحبون لكم أن تميلوا، مش بس ميل، بس ده ميل إيه موصوف بأنه إيه؟ ميل عظيم. يريدون منكم أن تميلوا، إن كانوا هم ميلين بس ميل يبقوا عايزينكم تميلوا إيه؟ ليه؟ إيش معنى الحكاية دي؟ قال لك لأن الإنسان بطبيعته كما قلنا أيضا سابقا، إن كان يكذب لخير فإنه يحترم الصادق، إن كان خائن يحترم الأمين، بدليل إنه إن كان خائن وعنده حاجة وخايف عليها وعنده سفر بتاع يختار واحد مين؟ يختار واحد أمين. الله، تبقى إذن الأمانة والصدق والوفاء وكل القيم دي أمر معترف به إيه؟ بالفطرة، بالطبيعة.
فساعة يجد إنسان لم يقوى على أن يحمل نفسه على جادة القيم، ووجد واحدا آخر قدر على أن يحمل نفسه على جادة القيم، دي تعمل فيه إيه؟ تنغزه قوي وتتعبه. يوم الذي يشفيه ويريحه، ما هوش غادر يبقى زيك، على الأقل عايز يخليك زيه عشان يبقى ما فيش حد. ولذلك إذا كانوا أصحاب عهدهم كده وواحد انحرف، هو بيستخزي أمام نفسه بانحرافه، يقوم بده اللي وياه يعمل إيه؟ ينحرف زيه عشان ما تبقاش عينه مكسورة قدامه، ما يبقاش حد أحسن من حد، ويمكن ما بدوش يعمل زيه، ده بده يعمل إيه؟ ألعن منه. ليه؟ عشان يبقى هو المتميز عليه، أنت عملت كذا لكن أنا عملت كذا. الله! إذن فالقيم حتى معترف بها ولا مش معترف بها؟ يبقى القيم معترف بها. وإحنا اذكروا جيدا أننا قلنا في قصة ودخل معه السجن إيه؟ فتيان. قال أحدهما إني أراني، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. شوف بقى، دول في السجن ويوسف في السجن، بس ده له سبب إنهم راحوا السجن، وده له سبب، ده سبب أنه مجرم وذلك سبب أنه بريء، مش كده ولا لا؟ اللي بريء ده وقاعد ده كل فكره في إيه؟ كل فكره في الله وفي القيام وفي البتاع. اللي قاعدين منحرفين دول وعملوا ذنوب وجايين في السجن هنا، يقوموا يبصوا له كده يلاقوه إيه؟ لازم لقوه على حالة كويسة قوي، بدليل أن أمرا حزبهم وهمهم في ذاتهم، شافوا رؤى وبتاع، راحوا للمين؟ للي هم عارفين ان ده انسان كويس. طب ايه ده انتوا في السجن؟ قال لك المقاييس عجبه، هو عجب، بدليل انهم قالوا له انا نراك من المحسنين. الله! ده هم في السجن وعاملين ذنوب وقاعدين، ونراك من المحسنين، ده الذي يقول انا نراك من المحسنين يبقى عنده قيم معروفه. ثم قاس فعل يوسف عليها فوجدها كويسه، والا فيعرف انه من المحسنين ازاي يعرفها دي؟ إذا فالقيم معروفة عنده ولا لا؟ قيم معروفة عنده. فلما جاء أمر يهمهم في ذاتهم، ها، راحوا لمين؟ زي ما قلنا، واحد حرامي قاعد يسرق من هنا ومن هنا، وبعدين جاء له أمر ليسافر في مكان غير مأمون، يوم يدور على واحد في البلد، ها، لازم يدور على واحد أمين، لأن الأمر مين؟ الأمر يهمه، ولا يروح لواحد من اللي كان وياه في اللعبة؟ ما يمكنش أبدا. الله! إذن القيم هي القيم ولا لا؟ القيم هي القيم. إنا نراك من المحسنين. استغل سيدنا يوسف المسألة وأنهم واثقين فيه وبتاع، ومش قال لهم على حكايتهم، لا، استغل حاجتهم إيه؟ إليه، وما قال لهمش على الموضوع بتاعه إلا لما أفرغ اللي هو عايزه. قال يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ الله! نقلهم من الحكايه بتاعتهم لحكايته، مش منهم عايزين يستغلوه، يستغل احسانه، وهو لماذا لا يستغله حاجتهم ويقعد يعظهم ويبشرهم بدين الله، وبعدين يقول لهم اهنتم جايين ليا علشان بتقولوا ان انا من المحسن، وانتم شفتوا مني ايه؟ انتوا شفتوش مني حاجه أبدا. لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما، ده انا عندي حاجات كتير قوي، بس الحاجات الكتير الحلوة اللي عندي دي مش من عندي، ذلكما مما علمني ربي. الله! شوف رحلفتهم فيه. وبعدين قال أهو الأرباب بتوعكم، انتوا أرباب كتير، آلهة متعددة، شوفوا انتم ما نفعكوش المتعددين، وجايين لصاحب الإله الواحد عشان تستنجدوا بيه يقول لكم على اللي انتوا عايزينه. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذن القيم هي القيم ولا لا؟ إذن الله يريد أن يتوب عليه، ولكن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا إيه؟ حتى لا تكونوا مميزين عليهم تميزا يعمل فيهم إيه؟ يحقرهم أمام نفوسهم، فهم يريدون أن تكونوا في الانحراف أكثر من إيه؟ طب وأكثر منهم ليه ما يبقوا زيهم؟ قال لك لا، برضو عايزين يكونوا متميزين في الخير، إن كنا شرين ففي ناس أشر منه. مفهوم ولا لا؟
والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ثم يقول يريد الله أن يخفف عنكم. الله، يبقى يريد الله ليبين لكم، خلاص، ليبصر، مش كده؟ والله يريد أن يتوب عليكم ليغفر، والله يريد أن يخفف عنكم ليسر. ثلاث حاجات اهي بقى. الأولى ايه؟ الله يريد أن يبين لكم ليبصر، مش كده؟ طب والله يريد أن يتوب عليكم ليغفر، والله يريد أن يخفف عنكم لإيه؟ ليسر. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. سورة النساء، سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يقول في النساء ثمان آيات لأمة محمد هي خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. ثمان آيات. والله يريد الله ليبين، مش كده؟ والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، خلاص كده؟ وبعدين قول ايه؟ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ضمها بقى اهي، مش كده؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ان الله لا يظلم مثقال ذره، خلاص. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما يفعل الله بعذابكم؟ يبقى كم آية؟ ثمان آيات. اقروها بقى كده اهي. يريد الله ليبين، والله يريد أن يتوب عليكم، خلاص، يريد الله أن يخفف عنكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. من يعمل سوء، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما يفعل الله بعذابكم؟ الثمان آيات موجودة في هذه السورة هي خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس أو غربت. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان، إيه الضعف بتاع الإنسان؟ ضعفه إيه؟ أم قال لك الضعف أن المغريات تستميله، واستصحاب المكافأة على الطاعة أو الجزاء على المعصية غير موجود عنده، لأن الذي تتفتح نفسه إلى شهوة ما يستبعد دائما خاطر العقوبة. السارق لو حط في ذهنه العقوبة وإنه هتتقطع إيده ومش عارف إيه، يتردد في العملية ولا ما يترددش؟ إنما هو بيقدر السلامة، يقول لك لا أنا أحتال وأعمل كذا وأعمل كذا عشان أخرج، لا ده أنا إذن لو إنه هو حط العقوبة قدامها مش ممكن يعمل. إذن ضعفه من ناحية إيه؟ الضعف من ناحية أن الله خلقه مختار تستهويه الشهوات العاجلة. لو أن الإنسان نظر إلى جمع الشهوات أو صعد الشهوات لم يجد شهوة أحظى باهتمامه بها من أن يكون لقاؤه لله في الآخرة. لو أنه جمع الحكاية دي كلها ما جدش أبدا إلا هذه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه:
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والتخفيف مناسب للضعف، والضعف جاء من ناحية أن الإنسان أصبح مختارا وخاصة في أمور التكليف، ولو أن الإنسان كان مقهورا على أمر لما أمكن أن يكون له اختيار. فالذي جعل فيه الضعف أنه مختار يفعل كذا أو يفعل كذا، ولكل أمر مغرياته، ومغريات الشهوات حاضرة ومغريات الطاعة مستقبلة، فهو يغلب دائما جانب الحاضر على جانب المستقبل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قلنا سابقا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يلفت خلقه إلى أن يؤمنوا به يلفتهم إلى الكون، ويلفتهم إلى ما خلق الله من ظواهر، ليتأكدوا أن هذه الظواهر لا يمكن أن تكون قد نشأت إلا عن قادر عليم حكيم. فإذا ما انتهوا إلى الإيمان به استقبلوا عنه التكليف، التكليف الذي يتمثل في افعل كذا ولا تفعل كذا. فحين يخاطبهم لأمر التكليف يجعل لأمر التكليف مقدمة، مقدمة أنك ألزمت نفسك في أن تدخل إلى التكليف، لم يرغمك الله على أن تكون مكلفا، وإنما أنت دخلت إلى الإيمان بالله باختيارك وطواعيتك. وما دمت قد دخلت على الإيمان بالله باختيارك وطواعيتك فاجعل إيمانك بالله حيثية لكل حكم يحكم به الله عليك، افعل كذا ولا تفعل كذا، ولا تقل أفعل كذا لماذا يا ربي، ولا أفعل كذا لماذا يا ربي، بل يكفي أن تقول أن الذي آمنت به إله حكيما قادرا مأمون على أن يأمرك وأن ينهاك. ولذلك يجيء دائما قبل آيات التكليف بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا، لم يكلف مطلق الناس وإنما كلف من آمن به. إذن حين يكلف من آمن به لا يكون قد اشتط معنا، لأنك آمنت به بمحض اختيارك. ولذلك قلنا يجب أن نفطن إلى الفارق بين من يقول إذا أمرته بأمر تكليفي صلي أو امتنع عن الخمر أو إلى آخره يقول له لا إكراه في الدين، تقول له أنت لم تفهم. لا إكراه في الدين أي في أصل التدين بالإيمان بالله، لا نكرهك عليه، بل ادخل إلى الإيمان بالله باختيارك. لكن إذا دخلت إلى الإيمان بالله فالتزم بالسماع من الله تفعل ولا تفعل. إذن حين يقول الحق يا أيها الذين آمنوا يعطينا حيثيات التكليف. حيثيات التكليف يعني علة الحكم. علة الحكم إيه؟ أنك آمنت بي إلها حكيما قادرا، وما دمت آمنت بي إلها حكيما قادرا فسلم زمام الأوامر والنواهي لي. فإن وقفت في أمر بشيء أو نهي عن شيء فراجع إيمانك بالله، شوف أنت مؤمن بالله ولا مش مؤمن بالله. إذن لا إكراه في الدين أي في أن تدخل على أن تؤمن بالإله، أنت حر تدخل أو ما تدخلش. لكن إذا ما دخلت فإياك أن تكسر حكما من أحكام الله الذي آمنت به. إن كسرت حكم من أحكام الله تدخل بقى هنا ويانا في إشكال. يا أيها الذين آمنوا كل الأحكام التي سبقت للذين آمنوا، لكنها أحكام تعلقت في الأعراض وفي إنشاء الأسرة على نظام طاهر نقي، علشان يجي التكاثر تكاثر نقي، تكاثر طاهر. وبعد ذلك جاء
بما يقيم الحياة وهي الأموال. فبعد أن تكلم عن المحرمات في النساء ونأخذ المحللات من قوله ما وراء ذلك، يتكلم عن المال. والمال كما قلنا هو ثمرة الجهد، ثمرة المشقة، كل ما يتمول يعتبر مال. إلا أن المال قلنا بينقسم قسمين: مال يمكن أن تنتفع به مباشرة، إنما هو متمول، واحد يملك طعام، واحد بيملك ما مثلا شراب، واحد بيملك مثلا أسواب بينتفع به مباشرة. ومال اللي هو النقد ده ما ينتفعش به مباشرة، بل ينتفع به بإيجاد ما ينتفع به مباشرة. اسمه هو ايه؟ اسمه رزق مباشر ورزق غير ايه؟ غير مباشر. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي حركة الحياة، لأنه بحماية حركة الحياة يغري المتحرك بأن يتحرك ويزداد حركة. إن لم يحمي حركة الحياة وثمر حركة الحياة التمول، إن ما كانش يحميه يبقى ماذا يقع؟ تبقى حركة الحياة تتعطل. ولذلك نلاحظ أن كل مجتمع لا يأمن فيه على الغاية والثمرة من عمله تقل حركة العمل فيه، وكل واحد يعمل على قد اللي إيه؟ على قد لقمته، خلاص وانتهت المسألة، ولك أنا هعمل ليه؟ ما هوش مش آمن. لكن إذا كان آمنا يغريه الأمن على ماله عن أن يزداد إيه؟ في حركته. لما يزداد في حركته انتفع المجتمع وإن لم يقصد، انتفع المجتمع وإن لم إيه؟ مش ضروري يقصد بكل حركته أنه ينفع المجتمع، لا يا سيدي خليه يعمل لنفع مين؟ خليه يعمل لنفع نفسه. احنا قلنا سابقا انسان مثلا عنده 1000 جنيه وبعد ذلك حطتهم في خزنه، فبعد ذلك يقول وانا حطتهم في الخزنه ليه؟ مبني لي حته بيت ولا وعشان اجره وعمل فيه شقتين، والشقه اجرها ب 30-40 جنيه يبقى هيجي لي منه كذا. الا المجتمع في باله، الناس في باله، ولا مصلحته هي اللي في باله؟ مصلحته هي اللي في باله. نقول له برضه خلي مصلحته هي اللي في باله، لأن المجتمع سينتفع بحركته قصد نفعه أو لم يقصد. لأنه ساعة ما يجي يفحت الأساس مش هيدي ناس فلوس، ساعة ما يجيب الطوب مش هيدي ناس فلوس، ساعة ما يبني مش هيدي ناس فلوس، ساعة ما يغفق مش هيدي ناس فلوس، يضرب بويا يجيب كهرباء يعمل سباكة هيدي ناس فلوس ولا لا؟ الله، اعمل يا أخويا لنفسك فسينتفع المجتمع إيه؟ قهرا عنك. ومن العجيب انك انت بتنفع نفسك، يوم ربنا يقول لك لا، ده انت هتنفع غيرك قبل ان تنتفع بايجار شهر واحد. كل الفلوس ضايعه يا اخويا، ما تفتكرش ان حد هياخد رزق ربنا ويضحك كده على ربنا، لا، المجتمع هينتفع غصب عنك. اذا من حظ المجتمع اننا نعمل ايه؟ نصون حركه الحياه ونؤمن كل متحرك في الحياه على ايه؟ على ماله. بس إن كنا حاكمين تكون عيننا مفتحة، بيكسب من حل ولا بيكسبش من حل، دي اللي نملكه. إنما ما غير كده ما نقدرش إيه؟ نتصرف. نقول له لا، إن عملت غير كده تتوقف حركة الحياة، وما دام تتوقف حركة الحياة يبقى فيه ناس ما يقدروش يتحركوا. ليه؟ قال لك لأن الله قد قسم المواهب، قسم المواهب على الناس. مش كل واحد من الناس عنده طموح حركي، مش كل واحد من الناس عنده فكر بيخطط. فيه واحد عنده فكر بيخطط في بلد او 2-3، والباقي جوارح تنفعل للفكر المخطط. الفكر هو بيعمل لكام جرحة؟ بيعمل لجوارح كتير. فكذلك يبقى مفكر واحد يبقى بيعمل خطة الناس كتير بتنتفع، والباقي بينتفع من تخطيط مين؟ من تخطيط الواحد ده. إذن لازم نيجي نشوف حركة المتحرك وننميها. ما دام ننمي حركة المتحرك يبقى المجتمع ينتفع، وإن لم يقصد المتحرك بخطره يبقى ما فيش في باله إلا نفسه. دي اللي ما فيش في باله إلا نفسه دي أحبط ثواب عمله، لكن اللي يكون في باله الناس هيبقى إيه؟ برضه خد وإيه؟ ويبقى خد ايه ثواب، يبقى الخبل هو
انما المجتمع استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد. اه يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يجي في مسائل المال دي ايه ويروح مدقق فيها ليه؟ عشان يحمي حركه الحياه. وما دام يحمي حركه الحياه يغري الناس بالحركه، وما دام يغري الناس بالحركه تعدد المتحركون وتعددت الحركات، وما دام تعدد المتحركون وتعددت الحركات يوم يجي المجتمع ايه يستفيد. فقال ايه بقى؟ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. احنا زمان قلنا انك ساعه تجد امرا لجماعه في جمع مامور به تقوم تقسم الافراد على الايه على الافراد. احنا قلنا زمان لما نيجي نقول للناس ايه اركبوا سياراتكم، اركبوا يعني انتوا جماعه هم سياراتكم، مش يعني ليركب كل واحد منكم سيارته. طيب المدرس دخل الفصل كده وقال اخرجوا كتبكم، يبقى ايه كل واحد، يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة احادا. يبقى ايه اخرجوا كتبكم يعني ليخرج كل طالب كتابه. خلاص. طيب على الاول هات بقى كده، لا تأكلوا أدي جمع أموالكم. الله، يبقى معناها زي ما قلنا كده، يبقى لا يأكل كل واحد ماله، مش معناها كده ولا إيه؟ خلينا نمشي يا بعض كده. أخرجوا كتبكم أي ليخرج كل واحد إيه كتابة. لا تأكلوا أدي جماعة أموالكم، أدي جمع مال، يبقى معناها إيه؟ لا يأكل كل واحد منكم ما له. الله، طب ازاي لا ياكل كل واحد منكم ماله بالباطل؟ قال هات القيد بقى، لا ياكل كل واحد منكم ماله بالباطل، اذا يكره الحق، مش كده ولا لا؟ طبعا لو انا لما اكل الشيء باخده انتفع به وينفني ولا ما ينفنيش؟ قال لك اوعى تصرف قرش من قروشك وتضيعه الا في حق. ادي اذا كلنا ايه هنقابل الايه مفرد. يبقى لا ياكل كل واحد منكم ما له بالايه، بل عليه ان ياكله بالايه، يجيبه بالشيء النافع. خلاص. اللي ما فيش فيه حرمه، اللي ما يجيبلوش عذاب في الاخره، إيه يعملوا في الشيء اللي يجيب له ثواب. طب ده في الانفاق تبقى ماشيه دي ولا لا؟ طيب، طب واذا كان المراد ان ما فيش حد ياكل مع المال اخر، افرض بقى واحد جه تلميذ كده وقال ايه القلم يا استاذ القلم بتاعي كان هنا وانضاع، تقوم تقول للطلاب لا تسرقوا اقلامكم. هل معنى ذلك لا تسرقوا اقلامكم لا يسرق كل واحد منكم قلمه، ولا لا يسرق كل واحد منكم قلم اخيه؟ يبقى على المعنى الثاني لا تاكلوا اموالكم، يبقى لا ياكل كل واحد منكم مال مين؟ مال اخيه. طب وازاي يقول مالكم بقى ما دام مالكم، ما دام مالهم ما كانش في حاجه؟ لا، ده هي لا ياكل ايه كل واحد منكم ايه ماله من مال اخيه. ده كلام على الاول. طب وليه ما قالش كده وقال مالكم؟ ام قال لك لان عاده الاوامر من الحق ليست موجهه الى طائفه خلقت على ان تكون اكله، وطائفه خلقت على ان تكون ماكوله، بل كل واحد عرضة في مرة أن يكون آكلا لمال غيره، ومرة أخرى يكون ماله مأكول. فأنا إذا أكلت مال غيري يبقى غيري برضو يأكل إيه؟ يبقى أنا عملت له قسوة ويجي يأكل مالي. فكأني لما أقول لك ما تأكلش مالك إيه؟ حميت مالك. يبقى إذن لا تأكلوا أموالكم، فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يصنع من المجتمع الإيماني مجتمع واحد، ويقول ان المال اللي عندي واحد بتاع مين، وانك ان حافظت على مال غيرك حافظ غيرك على ايه، فكأنك ان اجترأت على مال غيرك سيجترئ المجموع على ايه، على مالك. وتبقى انت ساعة تأكل مال واحد تجرئ آلاف الناس ان يأكلوا ايه، فحين لا تفعل يبقى اكنك ما اكلتش ايه، ما اكلتش مالك. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالايه
بالباطل إلا أن تكون تجارة. الأولا بالباطل دي، الباطل يعني إيه؟ أن تأخذها بغير حقها. ربه تبقى أخذتها بغير إيه؟ حقه. لأن بس هل المعقول معنى ربه إن واحد عنده فائض مش كده؟ وواحد تاني محتاج، بقى اللي محتاج ما عندوش الأصل، نطلب منه إنه يؤدي الأصل وزيادة ويدي زيادة للي عنده؟ قال لا. طب ودي تيجي ازاي الحكاية دي؟ مسألة مش معقولة دي. طيب أدي بالربا، بالسرقة، بالاختلاس، بالرشوة، الله، بالغش في السلع، كل دي أكل مال بالإيه؟ كل دي أكل مال بالباطل. ساعة تريد أن تأكل مالا بالباطل كأنك تريد أن تتمتع بثمرة عمل الغير، مش كده؟ وما دام تتعود أنك تتمتع بثمرة عمل الغير، العمل يخف عندك ولا ولا بقى بلطجي؟ بقى بلطجي. اتعطلت حركة متحرك في الحياة ولا لا؟ وخوف متحرك في الحياة ولا لا؟ يبقى كم عملية اتعملت؟ واحد ما عملش وواحد خاف أن يعمل، يبقى المجتمع إيه ده شكله؟ يبقى حاجة صعبة قوي. يبقى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالإيه؟ بالباطل. يبقى لا إيه؟ لا ترابي ولا تسرق ولا تغش ولا تدلس ولا تختلس ولا تترشي، كل دي أكل أموال بالإيه؟ بالباطل. ما تلعبش قمار. قالوا من العجيب أن اللي يلعبوا قمار يبقوا أصدقاء. قال لا، ويندهوا البعض ويستنوا البعض ويشربوا ويا بعض وياكلوا ويا بعض. شوف عشان تعرف التدليس حتى في الخلق. واحد قاعد قدام واحد يلعبوا قمار وكل واحد حريص على أن يأخذ ما في جيب الآخر، يبقى أي صداقة دي بقى؟ شكلها إيه دي؟ إيه الشكل؟ إيه شكل الصداقة دي؟ الله، مسألة عجيبة دي. صحيح. إذن ساعة ربنا بقول إن إياكم أن تأكلوا أموالكم بينكم بالإيه؟ بالباطل. وساعة يأمرك إياك أن يصعب عليك التكليف لأنه شاق عليك، ولكن قدر ما يأخذه منك التكليف من تضييق حركة تصرفك، وما يعطيك التكليف من تضييق حركة الآخرين. ما أنت قلت له إيه؟ ما تاخدش عشان الغير ما ياخدش، يبقى نقول لكسبان. طب انا بأمر واحد يكف ايده عن السرقه، طب ماني امرت ملايين الناس ان يكفوا عن سرقته، يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى هو اللي كسبان. اذا ساعه تستقبل اي حكم عن الله لا تنظر الى ما اخذ الحكم من حريتك، ولكن انظر الى ما اخذ الحكم لصالحك من حريه الاخرين. إلى ما أخذ الحكم من صالحك من حرية مين؟ الآخرين. أنا قلت له إياك أن تمد عينك إلى محارم غيرك وهو واحد، لكني قلت لملايين الناس لا تمدوا عيونكم إلى محارمه. يبقى لما تعملها مقصة كده يطلع من اللي كسبان؟ يبقى هو اللي كسبان. يبقى إذن كل تكليف لا تنظر فيه إلى ما أخذ منك، ولكن انظر فيه إلى ما يعطى لك. فإن نظرت هذه النظرة وجدت كل تكليف من الحق ربح لك أنت. وإلا لو أننا كففنا، لو أننا أطلقنا يدك في الناس جميعا، لازم تقدر أننا نطلق أيدي الناس جميعا فيك. طب أنت إذا أطلقت إيدك في الناس جميعا هتعمل فيهم إيه؟ لكن إذا أطلقوا الناس كلهم إيدهم وإياك يعملوا فيك إيه؟ خلصوا عليك. يبقى إذا مصلحتك كده ولا لأ؟ مصلحتك كده. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كلمة أكل معناها الأخذ، إنما الأكل ده هو أهم إيه؟ أهم حاجة، لأنه أهم ظاهرة من ظواهر الإيه؟ من ظواهر، لأنها الظاهرة المتكررة. إنما تسكن هتمرة واحدة، تلبس جلابية كل ست أشهر، إنما الأكل ده كل إيه؟ كله. نعم. حينما نزلت الآية قالوا الله، إذن إحنا لا نأكل أموال بالباطل،
فتحرجوا أن يأكلوا عند بعضهم. يعني ما فيش واحد يروح إيه يأكل عند التاني أبدا. وبعد ذلك رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، إن أكل التكارم ده مش بالباطل، أكل التكارم ما هوش بالباطل. ومع ذلك أنزل الله الآية في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الإيه، على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم، مش كده، أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إيه أمهاتكم أو بيوت إيه عماتكم أو بيوت أعمامكم الأول أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت إيه خالتكم أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحة، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا إيه أو أشتاتا. إيه اللي رفعت عندهم الإيه؟ إنما ساعة ما سمعوا كلمة أكل ما يأكلش إلا كلمة، ما فيش معاوضة، يعني ما خدش حاجة من واحد إلا بمعاوضة، يعني هاخد منه هاكل منه لقمة دي حديله إيه؟ قال لك لا، ده أكل التكارم ده مش بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. شوف كلمة بقى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني النفعية متبادلة، تبادل الأعواض، يعني شيء عوض إيه شيء. وجت التجارة لأن التجارة دي هي الحلقة الجامعة لأعمال حركة الحياة، تجارة حركة جامعة لكل، لأن معنى تجارة يعني إيه؟ واحد وسيط بين من ينتج سلعة وبين، وهي السلع في حركتها إنتاج ولا استهلاك، فهو الإنتاج هيعمل زراعية صناعية تخلى فيها كلها ولا لا، وبعد ذلك برضو الاستهلاك، تبقى التجارة جمع إيه؟ جمع الإيه؟ الجميع. كلمة عن تراض دي تدل على أن رضا النفس البشرية في الأعواض مشروط، حتى ما أخذ بسيف الحياة يبقى حرام، حتى ما أخذ بسيف الحياة يبقى حرام. وكلمة التراضي دي رضا النفس، رضا النفس دي يبقى نفس مقهورة على شيء، قد تقهر النفس على أشياء فهي مضطرة بجوارحها أن تقبلها، إنما إيه النفس مش إيه، النفس مش راضية. يبقى إذا كانت النفس مش راضية يبقى أخذناها بالباطل ولا لا؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول يقول إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته، يعني لمط في الكلام، فأقضي له، مش كده، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. الله، إذن معنى ذلك إن حكم الرسول نفسه لا يحلله حراما ولا يحرمه. يبقى إذن المؤمن في الأوامر التي تصدر لك ادي دي كذا واعمل كذا واعمل كذا، يقول لك لا، اجعل نفسك منخل وانخل الأمور، وإياك أن تغتر بقرار حاكم. إما كتش نفسك راضي ونفس المقابل راضي بأبعاض متقابلة، غربلها أنت وقوم أنت بعملية الإيه؟ بعملية الترضية. لما تقوم أنت بعملية الترضية يبقى رضا النفس موجود، وإلا فكم من أحكام قبلها أصحابها وهم غير راضين. والفساد في المجتمعات يأتي من هذه. ساعة ما تيجي تشوف بالله، لو أنك أنت مثلا جيت من 30 سنة لواحد عايش من إيجار بيت بيأجره ب100 جنيه ومستوى حياته مبنى على كده، مش كده، ثم جاء بحكم فحكم الإيجار خلاص، ثم تطورت الأمور بعد 30 سنة وأصبحت الحياة متصاعدة، هل دخول الناس ظلت هي هي؟ طب اشمعنى بقى ده يا عيني يفضل دخله هو هو؟ بالله أينظر إليها نظرة الرضا ويكون مرتاحا؟
فعلى الناس انهم يتنبهوا الى هذه المساله وينخلوا المسائل، يشوف هل العمل اللي بينتفع به ده صاحبه راضي ولا مش راضي. ان ما كانش راضي يحاول جاهدا انه يرضيه، والا فسياخذه الله منه الام مرض في نفسه او الام مرض في زويه او خساره او الى اخره، ما لم يبرئ ذمته امام من ايه، من بينه وبينه معاوضه. يبقى الناس كل واحد يغرب الايه، يغرب الايمان وكده، ويشوف هل حياته في اعواض الاموال واعواض التجارات واعواض المبادلات مستويه ولا غير مستويه. مش مستويه يفكر فيها شويه ويقول له بالله انت دخلك زي ما هو، اشمعنى ده اللي دخله يبقى زي ما هو. فكر فيها قليلا حتى ايه تعطي كل ذي حق حقه، والا تكون قد دخلت فيما قاله الرسول فاقضي له. اهو قضى، اهو الرسول قضى، انما هل قضاء الرسول احل حلالا؟ لا. فمن قضيت له من حق شيء فلا ياخذ، فانما اقطع له قطعه من ايه، قطعه من النار. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تجاره، يعني ايه معاوضه، خد وهات، عن تراض منكم. ولا تقتلوا انفسكم، اهي برضو زي مقابله جمع بجمع، لا تقتلوا انفسكم، يعني لا يقتل كل واحد منكم نفسه، لا انفسكم، لا تقتلوا انفسكم، يبقى ايه، لا يقتل كل واحد منكم نفسه، ادي معنى. طيب ازاي يعني المنتحر ده بيعمل ايه؟ معنى يقتل نفسه ايه؟ ما هو معنى ما يقتلش نفسه الا انه وجد نفسه في ظرف طاقت اسبابه عن اخراجه منه. مش معناها كده؟ نقول له اصلك انت نظرت الى انك معزول عن خالق اعلى. لكن المؤمن ما بيعزلش نفسه عن خلقه، ساعة ما يجي له ظرف أسبابه لا تنهض به ولا تقوى عليه أقول هواني في الكون لوحدي، داني لي يا رب، مدام لي يا رب يبقى أنا ما أقدرش، إنما هو إيه، هو يقدر ما ينتحرش. إنما اللي بس عنده نفسه وأسبابه ساعة ما تضيق أسبابه ولا عندوش أسباب يعمل إيه، يوم يقول لك يموت نفسه. تموت نفسك معناها أنها ضاقت إيه أسباب. نقول لك أهدي فايدة الإيمان بقى، فايدة الإيمان إن لعد ما يجي ظرف عليك وأسبابك أنت انتهت، تقول لكن بقي مسببي، بقي الله، ما دام بقي مسببي وبقي الله تقوم إيه، هيرزقني من حيث لا أحتسب، هيفتح لي أبواب ليست في بالي. الله، واحنا ضربنا مثل مرة عشان بس تفسير نقرب المعاني، ولهب أن إنسانا سار في الطريق ومعه جنيه في جيبه ثم ضاع الجنيه وليس عنده في بيته إلا هو، يزعل أول لا بيزعلش، إنما إن كان مثلا ضاع منه جنيه وبعدين عنده في درج الخمسة جنيه تبقى خفيفة ولا مش خفيفة، ولا عنده في البنك حساب خفيفة ولا مش خفيفة. أو كذلك اللي فقد أسبابه يقول أنا بقي لي المسبب، أنا بقي إيه، ما يأس. يبقى لما يقتل نفسه ويقول لك، يقول لك الله يقول بادرني عبدي بنفسه، هو أنت يا أخي اللي وهبت الحياة لروحك، واهب الحياة هو الذي يأخذها، أني أوهب حياة وأنت تأخذها، لا، واهب الحياة هو الذي وبادرتني بنفسك حرمت عليك جنتي، خلاص ما تدخلهاش، لان معناها انه مرت عليك لحظه انت ما افتكرتنيش فيه. ولذلك احنا قلنا لو نظرت الى في قول الله سبحانه وتعالى حكايه عن سيدنا موسى، لما خرج سيدنا موسى وبنو اسرائيل، وبعد ذلك جم قوم فرعون، مش جم وراهم، قوم موسى قالوا ايه، انا لمدركون، ده كلام صح ولا مش صح، انا لمدركون، ادي البحر وادي مين، وادي فرعون، كلام منطقي وكلام واقعي وما فيش حاجة. طب ماذا قال موسى؟ كلا. طب كلا دي نفي،
طب موسى يقول كلا دي ازاي؟ اما رصيد كلا عندك يا موسى؟ ازاي بتقول كلا دي؟ كلا ازاي ده انت تكذب في ثانيه ما يكبسوا كبسه كده شوف بقى ما قالش كلا ببشريته، هم قالوا انا لمدركون باسبابهم وبشريتهم، وهو قال كلا برصيده من ربه، قال كلا ان معي ربي سيهدين، مش بتاعتني. يبقى لا تقتلوا انفسكم، اي ايه؟ لا يقتل كل واحد منكم نفسه. ليه؟ لانك لا تقتل نفسك الا اذا ضاقت اسبابك عن مواجهه ما ايه ما تعانيه، وهذا يدل على انك عزلت نفسك عن خالقك. لو ظللت على ان خلقك موجود اي مساله تيجي تقول ان معي ربي سيهدي، ان معي ربي سيهدي، كل حاجه كده ان معي ربي ايه. اذا الايمان بيديك ايه؟ بيديك صلابه استقبال الشدائد، صلابه استقبال الشدائد. كويس قوي. طب واذا كان بقى لا تقتلوا انفسكم، تاخد معنى تاني، ما تؤدوش بنفسكم الى انكم تقتلوا، يعني ما تدخلش معركه وانت عارف انك انت ما تقدرش، ما تلقيش بايدك الا الايه، تبقى تمشي ولا ما تمشيش، برضو تمشي. طيب وان كان بقى المعنى التاني، لا تقتلوا انفسكم على ان المؤمنين وحده ايمانيه، والمشرع للوحده دي قال اللي يقتل ينقتل، يبقى اوعى تقتل نفسك، يعني ما تقتلش غيرك عشان ما يقولش الامر الا انك انت تقتل نفسك، تبقى تنفع ولا ما تنفعش. يبقى ولا تقتلوا انفسكم يعني لا تفعلوا ما يؤدي بكم الى القتل، وبيحننوا على نفسه، مش بيحننوا الاول على الناس، بيحننوا على ايه؟ على نفسه. يعني حافظ انت بنقولكش ايه ما تقتلش علشان ايه؟ ولذلك ادي ولكم في القصاص ايه؟ حياه. لما يعرف القاتل انه لو قتل حينقتل يقوم يكف ايه؟ يكف شر. طيب طب ولا تقتلوا انفسكم، طب ما هو ربنا قال في ايه اذا دخلتم متن فسلموا على انفسكم، طب انا هسلم على انفسي ولا على الناس اللي انا داخل عليه؟ برضه تقول له سلم على نفسك، لانك ان دخلت وقلت السلام عليكم يعني الامان، هيقولوا لك ايه؟ وعليكم السلام. يبقى انت اكنك سلمت على مين؟ ولا جعل المؤمنين وحده، جعل المؤمنين وحده، معنى وحده يعني ما يحدث لواحد يبقى للايه؟ يبقى للكل، لانهم ايه؟ وحده. يبقى اذا لا تقتلوا انفسكم اي لا يقتل واحد منكم نفس اخيه، لا يقتل، يبقى تنفع لا تقتلوا انفسكم، لا يقتل واحد منكم نفسه بان ينتحر، هذه وحده، لا يقتل منكم واحد نفسه بان يلقي بها الى التهلكه، لا يقتل واحد منكم نفسه بان يقتل غيره فيقتل قصاصا، لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل أحد منكم إيه غيره، لأنكم وحدة، ومش واحد هو المأمور بل الكل إيه مأمور، يبقى لا يقتل واحد منكم نفس إيه نفس غيره. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طب بالله ساعة ما ينهاني عن ان نقتل نفسي او اقتل غيري، يبقى دي منتهى رحمة الصانع على بصنعته ولا لا؟ ومن يفعل ذلك، ذلك قلنا انها اشارة لايه؟ لاشياء. احنا قلنا ان في اشارة وفي خطاب، في اشارة وفي ايه؟ خطاب. ذا دي للاشارة، والكاف لمين؟ للخطاب. طيب الخطاب إذا أفرد يبقى المراد به خطاب الله لرسوله والمؤمنون في طي ذلك الخطاب، خلاص. ولذلك مرة يجيبهم يقول ذلكم، يخاطبنا إيه؟ ذلكم أزكى له، يعني بيخاطبنا إيه؟ كلنا. ذلكم اللي هو إيه بقى؟ إحنا تقدم لنا مباشرة في الآية القريب قتل النفس واللي قبل منه أكل الأموال. طب بالله لو ان ذلك تبقى اشاره الواحد، يبقى قتل النفس ولا الكل، اي المشار اليه المتقدم؟
ولا من أول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، ولا من أول الأوامر والنواهي من أول الصورة إلى هنا، يبقى ماشية كلها تمشي ولا لا؟ عدوانا وظلما. عدوان، العدوان هو الايه؟ التعدي. انما التعدي قد يكون ظلما وقد يكون نسيانا. فالظلم يبقى عارف ولا لا؟ اخذ حق الغير، يبقى سواء كان ديا ولا ايه؟ ولا دي. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فسوف نصليه نارا. انظروا إلى أن الفعل إذا أسند لفاعله أخذ قوته من فاعله، أخذ قوته من فاعله. لما يقول إيه إن عملت الحكاية دي ابني الصغير يضربك ألم، ابن الفتوة يضربك ألم، أنا أضربك ألم، يبقى الحدث بيعمل إيه؟ بياخد إيه؟ بياخد قوته من مين؟ من فاعل الحدث. القوة بتاعة الحدث يأخذها من مين؟ من فاعل الحدث. من الذي يصليه؟ الله. فسوف نصليه ايه؟ فسوف نصليه نارا، نجعله يصطلي ايه؟ يصطلي بها. وكان ذلك على الله يسيرا. ليه؟ لأن فعل الله ليس عن معالجة. فعل الله ايه يعني فعل عن معالجة؟ لما يجي واحد يعمل عمل يحتاج لساعة، كل دقيقة بتاخد جزئية من العمل، كل دقيقة تاخد جزئية، يبقى لما نقسم العمل لستين جزئية يبقى العمل ينتهي في ايه؟ في ساعة. طب وان كان العمل ينتهي في عشر ايام، نقول له أسقط أوقات الراحة وعدم مزاولة العمل وقسم العمل على الإيه؟ دي يسمى علاجا، لأنك أنت بتباشر العملية. إنما هو ربنا بيعمل الحكاية دي، ده ربنا بيقول كن فيكون. يبقى يسير كل فعل على الله ولا لا؟ مدام المسألة كن إيه؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أنا مش همسك كل واحد كده زي ما خلقت آدم وأقعد أعمله وأخلقه وبعدين أبعثه، لا، ده كنفس واحدة. يبقى مدام علاج يبقى يسير ولا مش يسير؟ يبقى يسير. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ادي الايه اللي احنا قلناها عن ضمها لمين؟ للثمانيه، اللي هي اللي احنا قلنا والله ايه يريد الله ليبين، مش كده؟ والله يريد ان يتوب ايه، ويريد الله ان يخفف ايه. وهنا بقى ايه؟ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. كأن الله بعد تكليفاته في الأعراض وتكليفاته في الأموال وتكليفاته في الدماء من قتل النفس وغيرها، قال إياكم أن تستقبلوا الأشياء استقبالا ييئسكم من أنكم قد تعجزون عن تكليف بعض الأشياء. فأنا سأرضى باجتناب الكبائر والصغائر، المسائل، الصلاة للصلاة كفارة، والجمعة للجمعة كفارة، ورمضان لرمضان كفارة. يبقى إذن بس ما تكونش عندكم إصرار، لأن المسألة ما تقولش إن أنا هعمل وبعدين إيه لا هتوب، لا ما تقولش. ليه؟ لأنك إن قدرت ذلك فقدر أنك لا تقدر استبقاء حياتك إلى أن يكون ذلك. هو أنت تقدر تضمنها ديا؟ ما تقدرش تضمنها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. في السيئات يقال نكفر عنكم سيئاتكم، وإحنا قلنا الكفر الستر، نسترها، ومعنى نسترها يعني ما نعاقبش إيه. فالتكفير إماطة للعقاب، والإحباط إماطة للثواب. يبقى واحد عمل حاجة يبقى يستحق عليها ايه؟ عقاب. يوم نكفر يعني ايه؟ نضيع العقاب.
طب واحد عمل حسنة وربنا مش هيقبلها نحبطها، يبقى التكفير وإحباط الايه العقاب، والإحباط أولئك حبطت أعمالهم، يعني معناها ايه ملهمش ايه ملهمش عليها ايه ثواب، لأنهم عملوها وليس في بالهم مستقبل الثواب من الله، وإنما في بالهم ايه الخلق. ولذلك قل فعلت ليقال وقد ايه وقد قيل، مش انت فعلت ليقال او قيل يا سيدي، وقالوا عليك محسن كبير، وقالوا عليك بنيت المسجد، وقالوا او قالوا اليافطة اللي انت حطيتها على المسجد، حتى اللي جه وياك يصلي كتبته حضرها فلان وفلان، انت عايز اكتر من كده؟ طب ما انت خدتها اهو، مش خدتها؟ طب عايز مني ايه هاني تاني بقى؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه هباء منثورا. انت فعلت ليقال وقد ايه، ولذلك اللي عاملين مسائل زي دي وحاطين وفط رخام عليهم ان يراجعوا هذا الامر، وكل واحد ان كان حريص على انه ياخد الثواب من يد الله يشيل اليافطه دي، يشيل اليافطه دي ويسترها كده وخلاص وتنتهي المساله. ده الله سبحانه وتعالى لما واحد بيتصدق على واحد بيقول ده رجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنع. طب اشمعنى اللي بتعمله ربنا عايز تفضحه انت بقى كده؟ ده اللي بينك وبين اخوك المسلم ربنا بيقول لك ما تقولوش، ما حدش يعرفه، تقوم انت اللي بينك وبين ربنا لازم تعمل لي ايه؟ ان تجتنبوا، الاجتناب هو ايه؟ اعطاء الشيء جانب، اعطاء الشيء ايه؟ ولذلك يقول لك فلان ان الزور جانبه عني، يعني هو مقابلني كده ام اداني ايه؟ اداني جنبه. معنى ان تجتنبوا المراد التباعد، بس الحكم ساعتها يطلب منك ألا تصنع الحدث، ويطلب منك بأسلوب آخر أن تجتنبه، يدل على أن الاجتناب أبلغ، لأن الاجتناب معناه لا تتواجه. لما أقول اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الإيه قول الزور، اجتنبوه يعني إيه؟ ابتعدوا عنه. ليه؟ لأن إن حمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى يوشك أن إيه، انما الخمر والميسر والانصاب ايه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوه قال لك ما تجش، لان يمكن يخيلك لما تكون مثلا في حته فيها ناس بيشربوا خمر يقول لك اجتنبها ما تروحهاش خالص، لان كونها قدامك كده يمكن انت لما تشوفهم مبسوطين ولا لما تشوفهم قاعدين مش يمكن، فاكر لما تجتنبها. ولذلك قلنا ان الاجتناب ايه أبلغ من التحريم. ما يكاد في ناس بتوجد لنفسها مندوحة في أن الخمر لم يرد فيها إيه، زي ما قلنا سابقا بأن الخمر لم يرد فيها نص تحريمي، نقول له ده حسبك أن شرب الخمر قرن بالرجس من الأوثان. بقى أنا لما أقول اجتنب الطاغوت، ده اجتنب الطاغوت مش معنى ما تعبدوش، ده إياك أنك أنت تشوفه، يبقى اجتنب الخمر مش ما تشربوش، بس اياك ايه تكون في محضرة. والى لقاء اخر ان شاء الله.